شيخنا، هذا أول ظهور لك بعد الوعكة نعم الصحية اللي نعم مريت لها، طمنا على صحتك. ناس قارم أنا يسقسوا شيخ شمس بخير الدين وجهه. والحمد لله، وأنا أتحسن الحمد لله، يعني نقدر نقول أني عفيت، ولكن مخلفات كورونا تخلي لك فشلة. أراني في المخلفات راهي تزول بهدوء بهدوء، فإذا زالت سأستأنف الحلقات والدروس. إن شاء الله. ملايين تنتظر في الحلقات ويتصلوا ويسألون. حبيت أن نركز على الجالية الجزائرية في الخارج، نقول لهم عيدكم مبارك وأيامكم تتبارك، إن شاء الله. والخير في بيتكم وفي دارك إن شاء الله. هذه الجالية الكريمة لما ما تخليش فرصة ولا إلا وتتصل وتسأل، نقول لهم ما يتقلقوش على الأسئلة نتاعهم، سأجيبهم في الحصص القادمة إن شاء الله. طيب شيخنا، شيخنا انت نعم حكيت يعني جست بعد ما خرجت من المستشفى، حكيت على الاثر الايجابي من الكلام الطيب اللي كان يوصلك وانت كنت في العنايه المركزه، ولكن نعم الكلمات الطيبه يعني كانت مؤثره فيك بزاف. هل تشوف انه والله الصحه النفسيه مهمه؟ بادعيتهم. انت لما يكتب لك انسان طفل صغير يقول لك انا طفل في الابتدائي بعث لي في الواتساب انا فلان متبسه ولا مسقعراس ولا تيزي وز ولا عنابه، طفل صغير في الابتدائي يقول لك يا شيخ انا البارح قمت الليل ودعيت لك. يعني وش يبقى فيك انت؟ الحمد لله. هذا لما تتصل بك عجوز، انا كنت في المستشفى ممنوع الزياره، كانوا يجوا عجائز البرة خارج المستشفى ويرفدوا يديهم ويدعوا، حتى يجوا الممرضين والممرضات يقولوا لي راهم جاوا جماعه راهم يدعوا لك برا، خارج المستشفى والزياره ممنوعه. الحمد لله. بيتي انا ما كان نحكي لك بيتي انا لاني ما كنتش نقدر نستقبل الناس، ولكن الناس كانت تاتي من كل مكان يقول لك فقط نطمئن على صحه الشيخ. والله غمروني يا سيدي، ما وانا من نوع اللي كي واحد يقدم لي غير خدمه صغيره نشوفها تقول جبل.